قال إنما أذكر ربي وحسني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إخوة الإيمان والإسلام، عود الطيب المبارك إلى آيات الليل البينات يتلو علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشب، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعالم الإسلامي كله، وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونائب نقيب قراء جمهورية مصر العربية، ونائب شيخ عموم المقارئ المصرية، والمقيم بطموح بمحافظة الجيزة. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه
إلا تذكرة لمن يخشى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا وهل أتاك حديث موسى إذ رأى لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما
واتبع هواه
وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. وما قال هي عصاي قال ألقها يا موسى فألقاها وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. قال هي عصاي. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ولي فيها
كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. كي نسبحك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إنك كنت بنا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال قد أوتيت سؤلك يا ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا أن اقذفيه في التابوت أن اقذفيه في التابوت خليك.
يأخذه عدو لي وعدو وألقيت عليك محبة مني ولتبنى على عيني وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة إذ تمشي أختك فتقول إذ تمشي أختك فرجعناك إلى أمك وقتلت نفسا فنجيناك وقتلت نفسا فنجيناك وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا وقتلت نفسا فنجيناك وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك
فلبثت سنين في أهل مدين
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما. استمعنا يا إخوة الإيمان والإسلام من آيات الله البينات، تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشب، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعالم الإسلامي كله، وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونائب نقيب قراء جمهورية مصر العربية، ونائب شيخ عموم المقارئ المصرية والمقيم بطموح بمحافظة الجيزة، إذاعات الصوتية والأنوار الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى، إدارة الحاج نصر إبراهيم وأولاده والمقيمين بالمربعين.